والعالم الإسلامي ابتلي في مراحله التاريخية ابتلاءات، كان المسلمون جزءا منها، أي جزءا أو سببا لهذا الابتلاء، بسبب أنهم لم يأخذوا بالسنة الإلهية التي تأمرهم بالوحدة والاتحاد. فالله تعالى قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأي تنازع أو أي تفرق من شأنه أن يسمح للأطراف الأخرى بالدخول في وسطك وإرباك مشهدك السياسي والسيطرة عليك، والسبب هو أنك أنت الذي سمحت لهم بهذا الدخول وأعطيتهم فرجا يدخلون من خلالها. وهذه هي المخالفة الأولى للسنة الإلهية، لأن الاتحاد هو الذي يشكل القوة، لكن الله تعالى لم يجعل هذه الأمة الإسلامية مرتبطة بهذا المصير فقط، فبين الحين والآخر يحقق لها نصرا رغم تفرقها واختلافها، لأن الله تعالى يريد للظلم أن يتوقف ويريد للمستضعفين أن ينتصروا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فيقدر الله تعالى لهذه الأمة المستضعفة التي تؤمن بالله أن تنتصر، رغم أيضا مخالفتها للسنن الإلهية التي تدعوها إلى الوحدة والاتحاد، إذ لا شك أن الوحدة والاتحاد ضرورية لتحقيق النصرة وضرورية لتحقيق التمكن الحضاري، لكن أحيانا يطول هذا التفرق وتتشتت الأمة وتدفع أثمانا باهظة من دمائها وأبنائها، ثم يأتي نصر الله ويتحقق. وهذه السنة فصيحة في تاريخنا الإسلامي، يمكن أن نقرأها في تاريخنا قراءة واضحة وجلية. فمثلا ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن المسلمين انتصروا في معركة عين جالوت، انتصروا على المغول، رغم أنهم انتصروا سابقا على النصارى الصليبيين في معركة حطين، وقاد هذا النصر صلاح الدين الأيوبي عام 583 للهجرة. ثم تمكن المسلمون من عدوهم وأصبحت لهم سيطرة جيدة، واستعادوا الحضارة الإسلامية المتمكنة القوية من جديد. لكن بعد صلاح الدين افترق أقاربه وأهله في قيادة العالم الإسلامي، في قيادة الشام، فدب بينهم خلاف، وأصبح أبناء الأسرة الواحدة مختلفين فيما بينهم، يطمع كل واحد منهم في أن يأكل الآخر، ووصلوا إلى حد التحالف مع الصليبيين أنفسهم ضد إخوانهم. تصوروا أنهم هزموا الصليبيين وقضوا عليهم واستعادوا القوة وزمام القوة، ولكنهم فيما بعد اختلفوا واستدعوا أعداءهم من جديد ضد بعضهم البعض. وهذه مشكلة ليس سببها الإسلام، إنما سببها مخالفة تعاليم الإسلام، والسنن تكاد تكون مضطردة في هذا الجانب في أي مكان في العالم، سواء كان للمسلمين عند المسلمين أو عند غير المسلمين. لكن هل ستنتهي الأمة الإسلامية؟ هل سيقضى عليها؟ عدوها يتربص بها. فبعد أن انتهى دور الصليبيين سيأتي دور المغول، والمغول هم قبيلة شرسة قوية فيما يعرف اليوم بمنغوليا، استطاعت أن تسيطر على الصين الدولة الكبيرة بقيادة جنكيز خان. ثم يفكر في احتلال العالم الإسلامي والقضاء عليه، وكانت الدولة المجاورة له هي دولة خوارزمشاه، الدولة الخوارزمية
وهذه قبيلة تركية استطاعت أن تحكم وسط آسيا وغرب إيران الآن، وكونت مملكة كبيرة تسمى بالدولة الخوارزمية. كينكيز خان سيفكر عبر طرق مختلفة في السيطرة عليه، وفعلا بدأ حملاته الأولى، ولكن سبق هذه الحملة إعلام مضلل، لأنه سينشر في أوساط الخوارزميين معلومات مضللة عن جيشه وقوته وسيطرته والخيول التي يركبونها والسيوف التي يمتلكونها والقوة التي ينطلقون بها، فأصاب ذلك المسلمين نوعا من الخذلان والخوف والرعب. وهذا الذي يحدث اليوم، يصور لنا بأن العدو الصهيوني يمتلك قوة كبيرة قادرة على سحق العالم الإسلامي، وهم لا زالوا يتبجحوا بهذا الكلام. فبعد القمة الإسلامية يتبجحون عليكم بالصمت واسكتوا إذا كنتم تريدون المحافظة على كراسيكم، ويغرد مغردوهم بأننا سنسحقكم. هذه قوة إعلامية لكنها لا تكشف الواقع والحقيقة. الذي كشف الحقيقة هم المجاهدون الذين يجاهدون الآن في فلسطين، أظهروا أن دباباتهم الميركافا التي يقال بأنها أقوى دبابات العالم، هكذا صور إعلاميا، وأنها أقوى من ليوبارد وأقوى من يعني الدبابات الأخرى الأمريكية وغيرها، إذ بها لا تثبت أمام قذائف الهاون أو تي بي جي أو إلياسين التي اخترعها المجاهدون في فلسطين. فانتهت أسطورة الميركابة، لم تعد الآن جزءا من تفكير الدول الأخرى في استيرادها وشرائها، وهذه أكبر خسارة للمعسكر الصهيوني، لأن أسلحته أصبحت ضعيفة، إضافة إلى أنه يتبجح بأن جيشه أفضل جيش من حيث التدريب، وأنه قادر أن يدرب جيوش العالم لتكون القوة الضاربة. وفعلا استدعته بعض الدول العربية لتدريب جيوشها تحت هذا التضليل الإعلامي، وأنه الجيش الأقوى في العالم. لكن في معركة طوفان الأقصى ظهر أنه جيش خائر، خائف جبان لا قيمة له. فإذا هذه سقطة ثانية